عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني طبعاً أن أكون معكم اليوم في هذا المنتدى، وأرحب فيكم جميعاً. إن شاء الله ورقتي راح تكون حول الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة تنفيذية للرؤية 2040. ما أعرف الصوت كيف. راح أمر على أهمية هذه الخطة خاصة في هذه المرحلة، والمنهجية إعدادنا للخطة الخمسية العاشرة، ومن ثم تأثير أزمة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط على إعدادنا للخطة الخمسية العاشرة. وبعدها راح أتكلم بشكل عام عن الخطة وبرامجها وإطارها الاقتصادي والمالي، وأخيراً إطار المتابعة والتقييم. الخطة الخمسية العاشرة مثل ما ذكرت هي أول خطة تنفيذية للرؤية 2040، أيضاً هي الإطار العام لتنفيذ ممكنات الرؤية 2040. يعني اليوم لو نتكلم عن الاستدامة المالية، لابد أن يكون في الخطة برامج تحقق الاستدامة المالية، سواء على جانب ترشيد الإنفاق أو على جانب زيادة الإيرادات. أيضاً الخطة بما أنها أول خطة تنفيذية للرؤية 2040، فنقطة الانطلاق عندنا أو نقطة البداية هي الرؤية 2040 وأولويات 2040 وتحديد البرامج التي تحقق أهداف الرؤية. تكمن أيضاً أهميتها أنها تأتي في لحظة تاريخية البلد فيها يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتحديات عندنا تحديات دولية وتحديات خاصة فينا. لما نيجي على التحديات الدولية، حتى قبل كورونا كان في كساد في الاقتصاد، وكان في توقعات إنه راح يكون في كساد في عام 2019، حروب تجارية، مديونيات خارجية للدول، كان في تفاوت بين الدول في الدخول نفسها، وهذا اتضح بشكل جلي مع جائحة كوفيد-19 حتى في السلطنة. يعني لاحظنا إن في دخول هشة، مثل دخول الأسميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لاحظنا أيضاً داخل هذه الفئة أن الأسميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في ريادة قدروا يحصلوا على دعم من الحكومة، واللي ما مسجل في ريادة ما قدر يحصل على هذا الدعم. طبعاً في ظروف خاصة فينا، وأنتم كلكم تعرفوا هذه الظروف: انخفاض الأسعار، انخفضت الإيرادات، زادت الديون، تكلفة الاقتراض زادت، التصنيف الائتماني انخفض جداً. هذا كله رح يكون له انعكاسات على تباطؤ النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت زيادة عدد الباحثين عن عمل. منهجية إعدادنا للخطة الخمسية العاشرة هي الرؤية، يعني مجموعات العمل شكلت على أولويات الرؤية 2040. فكان عندنا 12 أولوية أو 12 مجموعة عمل، زائد حقيقة أضفنا مجموعتين عمل: الشباب وتقنية المعلومات لأهميتها. كيف نحول الرؤية إلى خطط؟ طبعاً التخطيط في السلطنة هو تخطيط تشاركي، يعني هي ليست خطة للحكومة مثل ما ذكر المكرم دكتور حاتم، هي ليست خطة للحكومة، هي خطة البلد ككل، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وبالتالي كانت المشاركة كبيرة في الخطة الخمسية العاشرة من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن عندنا استراتيجية 2040 واستراتيجية عمرانية هي بمثابة الإطار التخطيط طويل المدى للسلطنة، الأمبريلا أو المظلة اللي نبني عليها الخطط. أيضاً تخطيط من أسفل إلى أعلى، لما نتكلم أن الخطط أيضاً تبنى على خطط قطاعية ومكانية المحافظات، على كل مستوى من هذه المستويات في مؤشرات لقياس الأداء. الرؤية عمان 2040 يتم تنفيذها من خلال 4 خطط خمسية. احنا اليوم في أول خطة تنموية اللي هي الخطة الخمسية العاشرة، وسميناها الإدارة الفعالة للتنمية، بمعنى أن رح يكون التركيز في أول خطة على بناء الأساس أو القاعدة، الإطار التشريعي، إطار الحوكمة، الإطار التنظيمي والمؤسسي، كل يعني نرتب البيت من الداخل مثل ما، وتكون عندنا الأساس للانطلاق
لتنمية اقتصادية في الخطة اللي بعدها. ما معنى ذلك إن نحن رح نهمل التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية في أول خطة؟ لا، لكن رح يكون التركيز على موضوع الإدارة أو التطوير الإداري والتشريعي وغيرها. الخطة اللي بعدها نكون خرجنا من الأزمة وننطلق وكان الأساس عندنا جاهز، فننطلق لتنمية اقتصادية مستدامة. الخطة اللي بعدها جني الثمار والسعي لحياة أفضل. وآخر خطة رح تكون البناء على ما تحقق، يكون ها هي خطة بتكون overlapping مع رؤية جديدة، فهي تمهد لرؤية جديدة وتحقق ما لم يتم تحقيقه. بعدها نكمل مراحل التخطيط اللي هو التخطيط القطاعي والمكاني، وآخر شيء رح يكون البرامج الاستثمارية أو المشاريع السنوية، ونتأكد من أن نحن نختار البرامج والمشاريع اللي تحقق أهداف الرؤية ونتابع تنفيذ نتائج هذه الأهداف. هن نوضح فقط الترابط بين الخطة والرؤية. الرؤية تعطينا أهداف طويلة المدى ومؤشرات تقيس الأثر بحلول عام 2030 و2040. الخطة الخمسية العاشرة تشتغل على أنها تحدد برامج محددة لتحقيق أهداف الرؤية 2040، وتكون في عندنا مؤشرات تقيس النتائج. فاليوم لما نتكلم مثلاً أن الرؤية تتكلم عن مؤشرات التنافسية، كم نحن راح نكون في حلول 2030 و2040، في الخطة نتكلم ما هي العوامل وراء تراجع التنافسية، وما هي عوامل القوة على أساس أن نحافظ على هذه العوامل القوة. إذا قلنا مثلاً بنية أساسية قوية، طيب كيف نحافظ على استمرار أن هذه بنية أساسية قوية وصيانتها؟ لما نتكلم أن عندنا بعض العوامل اللي وراء تراجعنا صغر حجم السوق، ندخل في اتفاقيات تجارية مع دول الجوار والخليج وغيرها، بحيث أن المستثمر لما يجي في السلطنة يكون السوق ليس فقط السلطنة، إنما السلطنة ودول الجوار والخليج، فيجذب المستثمر الأجنبي. وبعدها طبعاً مرحلة المشاريع، وهذه المشاريع اللي يقوم فيها شركاء التنمية المختلفين والجهات الحكومية. عناصر المنهجية إعدادنا للخطة الخمسية العاشرة، طبعاً أول عنصر هو التشاركية، مثل ما قلنا هي خطة البلد ككل. لذلك ولله الحمد كان في معانا ايضا شركات حكوميه، واليوم شركه حياه كانت من ضمن الشركات اللي شاركت معانا وكانت لها برامج في الخطه، وغيرها من الشركات. فهذه التشاركيه في اعداد الخطه القصد منها انه يكون في حراك في الخطه ويكون في توافق مجتمعي على الخطه الخمسيه العاشره، وثقه زياده ثقه المجتمع في الخطه. العنصر الآخر اللي هي الإدارة بالنتائج، أو ما يسمى result based management، الربطة هذه بين أن الهدف المشروع هذا يخدم برنامج والبرنامج يحقق هدف من أهداف الرؤية. هذه الربطة ما كانت موجودة في 2020. كثير من المشاريع تمت وتحقق أهداف الرؤية 2020، ولكن الربطة هذه ما كانت موجودة، أن هذا المشروع يخدم هذا البرنامج ويحقق لي هذا الهدف في أولوية من أولويات الرؤية. وبالتالي المواطن ما شعر بنتائج ملموسة ولا كانت في مؤشرات تقيس النتائج هذه. الشيء الآخر موضوع الأتمتة مهم جدا، نظام إلكتروني للتخطيط، داتا بيز الجميع يضع فيه برامجه لتنفيذ الخطة، وأيضاً مؤشرات ذكية للقياس والأداء، وأن تكون عندنا داشبورد لمتابعة تنفيذ برامج الخطة الخمسية العاشرة. هذه مثل ما ذكرنا مجموعات العمل حسب الأولويات، 12 أولوية للرؤية زائد مجموعتين التقنية المعلومات والشباب، وكانت في رؤساء المجموعات من الخبراء المعنيين بالمجال، وكان في تنوع في الخبراء ايضا ليرأسوا هذه المجموعات. يعني عندنا كان من الحكومه دكتوره شريفه الحارثي ترأس اولويه التعليم والبحث العلمي، العميد ناصر من الاكاديميين يرأس التشغيل، عندنا القطاع الخاص مهندس كلات البلوشي يرأس القطاع الخاص، وهكذا كان في تنوع في رئاسه هذه المجموعات. ما اكتفينا، مش الحكومه هي اللي ترأس كل المجموعات العمل. طبعاً هذه استمارات ساعدت مجموعات العمل في إنها تحصل على البيانات وأوراق وإعداد الأوراق الخلفية.
استمارة لتحليل الوضع الراهن، ومن ثم تحديد التحديات، سواء تحديات تشريعية، مؤسسية، موارد بشرية إلى آخره، ومن ثم تحديد البرامج لتحقيق للتغلب على التحديات، وبالتالي تحقيق أهداف الرؤية 2040. هذه بس الخطة في أرقام. 195 فعالية بحضور 1900 مشارك بدأنا من ديسمبر، كان في 25 ورشة عمل و120 اجتماع فني وتنسيقي، وعدد مهول من الاجتماعات الافتراضية. أنا حطيتها 150 بس هي مستمرة إلى اليوم الاجتماعات الافتراضية بسبب الجائحة. المجموعات قدمت 14 تقرير مجمع، هي بمثابة الأوراق الخلفية أو الباك جراوند بيبر لإعداد مسودة وثيقة الخطة الخمسية. لما نتكلم عن استجابة الخطة للتحديات اللي حصلت، كورونا، انخفاض أسعار النفط، كنا مشتغلين على خطة واحدة. طبعاً بسبب هذه الجائحة والانخفاض طلب منا أن نحن نشتغل على ثلاث مراحل: مرحلة الخطة الطارئة للتعامل مع تحديات كورونا، ورفعت للجنة العليا وفيها تقريباً 10 إجراءات تتعلق بالمسرحين عن عمل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم بعض القطاعات اللي تأثرت، إجراءات مالية ونقدية إلى آخره. وبعدها طلب منا أيضاً أن نحن نقدم مثل خطة تمهيدية أو خطة تحفيزية للاقتصاد، نختار 100 برنامج يعتبر ذا أولوية وينفذ حتى قبل اعتماد الخطة الخمسية كمسرعات لتنفيذ هذه الخطة. من ضمنها طبعاً تعرفوا صار أهمية وجود منصات للتعليم عن بعد، فإن نبدأ ببعض هذه البرامج، منظومة موحدة للتعليم عن بعد، في بعض البرامج اللي هي لا تكلف أو محتاجة من البلد سيد ماني مثل ما يقولوا، وفي مستثمرين يستثمروا فيها، صندوق وقفي، صندوق تكنولوجيا العماني، وأيضاً مشاريع أحياناً ما محتاجة غير قرار، فبدأنا فيها وعرضت على المجلس الأعلى للتخطيط آنذاك. وطبعاً الخطة ككل ببرامجها لكل الأولويات للخمس سنوات الخطة. أهداف الخطة الخمسية العاشرة، يمكن أهم هدف اليوم الحفاظ على رأس المال البشري. استثمرنا كثير في رأس المال البشري، اليوم الصحة أثرت على رأس المال البشري، أيضاً التعليم. الدفعة الماضية كانت تسمى دفعة كورونا، دفعة ما امتحنت، ما درست، لحد اليوم نحن مستمرين. إذا الطلاب فقدوا سنة، سنتين، ثلاثة من عمرهم في التعليم، هذا أكيد رح يأثر على رأس المال البشري. فإذا ما هو المطلوب بحيث أن نحن نستثمر ونحافظ على رأس المال البشري؟ موضوع تحفيز النشاط الاقتصادي بالاعتماد على القطاع الخاص، المؤسسات الصغيرة المتوسطة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضررت كثير، أصبحوا باحثين عن عمل. اليوم آخر تقرير للـ ILO ذكروا فيه أن 300 مليون فرصة عمل فقدت بسبب الجائحة، وأنها ترجع هذه الفرص العمل مرة ثانية تأخذ 3 إلى 5 سنوات. فالموضوع جداً يعني ما سهل. تكلمنا عن التنويع الاقتصادي من السبعينات، طيب نحن كيف رح نتناول التنويع الاقتصادي ونطور آليات وبرامج التنويع الاقتصادي؟ إعطاء أولوية لزيادة المنتج المحلي، وهذا يمكن أصبح مهم، وخاصة اتضح لنا مع كورونا أن لابد من استكمال سلاسل الإنتاج المحلي. اليوم إذا الدولة أغلقت على نفسها مثل ما صار في كوفيد-19، الدولة إذا المعتمدة على الاستيراد وضعها رح يكون جداً حرج، فلابد من استكمال سلاسل الإنتاج المحلي وزيادة المنتج المحلي وإحلال محل المنتجات المستوردة والتصدير. آخر شيء طبعاً تطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. هذه أهم مرتكزات الأسس والمبادئ اللي نحن راح نحقق فيها أهداف الرؤية. بقولها بشكل عام، الموضوع التطوير الإداري، التطوير التشريعي مهم جداً، رفع كفاءة منظومة اتخاذ القرار مبنية على أسس وبيانات وإحصاءات، إحفاظ على الاستدامة البيئية، التعامل مع الأزمة،
إرساء مبادئ التطبيق اللي هي التمهيد نحو تطبيق اللامركزية سواء إدارية ومالية واقتصادية وزيادة الاعتماد على الشباب. طبعاً هنا في موضوع أيضاً مهم اللي هو التوسع في استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ليس فقط في الأنشطة الاقتصادية إنما أيضاً حتى في تنمية رأس المال البشري. نجي على قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخامسية العاشرة. طبعاً كان القرار أن الصناعة التحويلية يتم التركيز عليها. لما نقول عمان في مصاف الدول المتقدمة، معظم الدول المتقدمة هي دول صناعية، وبالتالي التركيز على الصناعة، لكن الصناعة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع. أيضاً استراتيجية الصناعة حددت بعض الصناعات منها الصناعات الدوائية والمرتبطة بالمستلزمات الطبية. الشيء الآخر أيضاً أهمية موضوع الأمن الغذائي، كثير لاحظناه خاصة مع الأزمة، وبالتالي التركيز على الزراعة والثروة السمكية. لكن مثل ما قلنا استكمال السلاسل، يعني ليس فقط زراعة إنما تصنيع زراعي، ليس السمك إنما تصنيع سمكي واستزراع سمكي. التعدين، بس تعدين في الأنشطة ذات المكون المحلي المرتفع، الأنشطة الخدمية ومنها النقل والخدمات اللوجستية، السياحة بالتركيز على التراث والثقافة. اليوم أيضاً التجارة، ثبت لنا أن التجارة الإلكترونية نشطت كثير، وبالتالي أيضاً راح يكون في تركيز على التجارة الإلكترونية والآي سي تي اللي هي تقنية المعلومات والاتصالات. التعليم، اليوم لما نتكلم عن التعليم هو ليس فقط قطاع خدمي، إنما أيضاً ينظر إليه إنه هو قطاع إنتاجي، بما أن هناك فرص استثمارية في هذا القطاع وفي مساهمة للقطاع الخاص إنه يستثمر في هذا القطاع. ولما نقول دولة متقدمة ونسعى لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة، لابد أن نحن نأسس الاقتصادات الأخضر والدائري والمعرفة. طبعاً أهم مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، طبعاً اليوم أنتم شايفين، يمكن لما نتكلم اليوم، أنا ما تكلمت عن تقييم تنفيذ الخطة الخمسية السابقة، بس إحنا اليوم ما حققنا النمو المستهدف في الخطة، كان مستهدف 2.8 أو 2.8، حققنا 1.4 بسبب التحديات اللي تمت، والاستثمار أيضاً ما كان الاستثمار حسب ما إحنا كنا مستهدفين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً التنويع لم يتم بالشكل اللي كان مستهدف في الخطة. الخطة تسعى للحفاظ على مستوى معيشة المواطن. اليوم لما تقول أنتوا أيضاً معدل نمو السكان 3.5 وفق نتائج التعداد الأخيرة، فنستهدف أن ما يقل النمو عن 4% في الخطة الخامسية العاشرة. الرؤية طبعاً استهدفت أن يكون 5% on average حتى 2040. نحن نقول on average رح يكون 4%، طبعاً رح تكون في بدايات متواضعة، يعني نحن سنة الأساس اليوم 2020 عندنا already انخفاض اللي هو في الربع الأول حوالي 4%، نتوقع انخفاض أكبر يمكن بنهاية السنة يكون 4.5 أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن يبدأ النمو من أول 21، ومن ثم رح يكون في بدايات متواضعة، لكن إن شاء الله نحن نستهدف أن يكون في نمو في السنوات اللي بعدها. أهم أيضاً المستهدفات أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي يكون 31%، إحنا اليوم حوالي لحد 2019 26.6، يعني 27% من الناتج المحلي الإجمالي. جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، نتأمل أنه يصل بنهاية الخطة 10%، خاصة اليوم في دور كبير لجهاز الاستثمار في إعادة هيكلة الاستثمارات، والدولة أيضاً تريد تجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات النفطية وغير النفطية. طبعاً المساهمة القطاع الخاص في المتوسط تصل 60%، بنهاية الخطة نتأمل أنها تصل إلى 70%. نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 4.7%. هذه أهم المستهدفات. تجي على الإطار المالي، طبعاً الإطار المالي هو تقديرات ممكن تتغير في أي لحظة، ومصدرها من الوزارة المالية. اشتغلنا على سيناريوهين، في سيناريو أساسي إن ما في أي إجراءات تتخذ من البلد
الإيرادات تظل مثل ما هي، والمصروفات تظل مثل ما هي، والعجوزات أيضا تصل إلى يعني الخمس سنوات ممكن 20 مليار، معدل 5 مليار سنويا. فهذه البيز لاين سيناريو. الإصلاحات طبعا المالية، ويعني وضعوا عدة إجراءات على صعيد ترشيد الإنفاق وعلى صعيد زيادة الإيرادات. ففي ضوء هذه الإصلاحات الإطار المالي للخطة، يعني عملنا مثل سيناريو مرجح في ضوء هذه الإصلاحات كيف رح يكون الوضع. الإيرادات تكون في السيناريو الأساسي 10 مليار، تزيد إلى 11.5 مليار بعد تطبيق كافة الإصلاحات. الإنفاق العام بالترشيد ينخفض من 15 إلى 12.5 مليار. العجز الموازنة يقل من 5 مليار إلى 1 مليار في المتوسط. نجي على الإطار الاقتصادي للخطة. طبعاً نحن المين إنبوت مثل ما يقولوا أو اللي نعتمد عليه في وضع الإسقاطات الاقتصادية هو الجانب المالي، وبعدها نعمل افتراضات في الاستثمار والتنويع وغيرها. فهنا بالسيناريو الأساسي كان النمو تقريباً 3%، لكن مع السيناريو المعتمد أو المرجح، نقدر نقول إن ما في شيء معتمد لحد الحين، وصلت النمو إلى 4%. طبعاً بتطبيق إن ما فقط انعكاس الإجراءات المالية، إنما أيضاً إجراءات أخرى مثل الاستثمار والتنويع الاقتصادي إنه يحصل بشكل أكبر في القطاعات. معدل التضخم بالتطبيق الإصلاحات قد يكون يرتفع في بعض السنوات، لكن في المتوسط يصل إلى 2.7%. وهذه نفس الكلام، بس أنا حطيت بعض الافتراضات اللي افترضها هذا السيناريو: الأسعار التصاعدية للنفط، كميات الإنتاج النفط، ومن ثم صافي الاستثمار الأجنبي ومعدلات الاستثمار والتضخم وغيرها. هنا برامج الخطة الخمسية العاشرة. طبعاً نحن اشتغلنا في هذه الخطة على برامج، بمعنى يعني اليوم ما راح منشور للجهات يطلب منهم ما هي احتياجاتكم من المشاريع، على أساس نبتعد من الويش ليست بروجكت، إن كل جهة تقول أنا محتاجة هذه المشاريع كلها بغض النظر هل تحقق أهداف الرؤية أو ما تحققها. فطلبنا منهم برامج، والبرامج هذه فيها عناصر أساسية للبرنامج، الجهة المسؤولة، الجهات المساندة، التكلفة كم تقترح، المدى الزمني لتنفيذها، والهدف من هذا البرنامج ويحقق أي أولوية أو أي هدف في الأولوية. وبالتالي خرجنا بمجموعة من البرامج، وهذا طبعا يدعم أيضا التحول نحو موازنة البرامج والأداء اللي تتبعها حاليا وزارة المالية. هنا مثلا أخذنا مثال محور الاجتماع مجتمع إنسانه مبدع، فيها 7 أهداف، في كل هدف في أكثر من جهة تحققه، يعني مساهمة وزارة التربية والتعليم في تحقيق أهداف الرؤية. الهدف الأول مثلا عندها أكثر من برنامج: مدارس عمان الرقمية، منظومة حديثة للبرامج الإلكترونية، توجيه مهني وإعلام، فعندها عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف. وطبعا عندها أيضا برامج أخرى لتحقيق أهداف أخرى في هذه الأولوية وفي أولويات أخرى ممكن متعلقة فيها. هنا نفس الشيء، مثال لمحور اقتصاد بنيته التنافسية، وهنا بيئة، وهنا دولة أجهزتها مسؤولة اللي هي الحوكمة والتشريع، فأنا بمر عليها بشكل سريع. احنا طبعا مخرجات الخطة الخمسية العاشرة راح يكون مسودة وثيقة الخطة بما فيها الأهداف والمرتكزات والإطار الاقتصادي والمالي، ومن ثم أيضا بيكون عندنا مجلد لبرامج الخطة الخمسية العاشرة مثل تقريبا 400 برنامج أو أكثر لكل أولوية من أولويات الرؤية 2040. وبعدها رح يكون إطار المتابعة والتقييم اللي هي مؤشرات لقياس أداء تنفيذ هذه البرامج. وآخر شيء طبعا نفس الشيء في مجلد المشروعات العام الأول، ورح يتم اختيار المشروعات اللي تحقق برامج الخطة الخمسية. وعندنا أيضا خطة المواطن، أن نستهدف أيضا أن نعمل خطة للمواطن بشكل بلغة سهلة، وبيانات تكون فيها للمواطن والمحافظات وغيرها. هذه نفس التكرار. طبعا هناك
موضوع إطار المتابعة والتقييم مهم، وكان الحديث أن لابد يكون في إطار مؤسسي وتنظيمي للمتابعة والتقييم. الحين طبعاً وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، لكن طبعاً ما يمنع أن كل جهة تعمل متابعة وتقييم. وزارة الاقتصاد، مجلس الوزراء ممكن يكون عنده أكسس أنه يتابع تنفيذ هذه البرامج، الجهات نفسها تتابع تنفيذ برامجها، فيكون داشبورد موحد أيضاً لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات. والوزارة الاقتصاد أيضاً تستهدف أنها تكون عندها متابعة دورية لتنفيذ هذه البرامج. أشكركم جزيلاً، أتمنى أني ما أطلت عليكم، شكراً.